بسم الله الرحمن الرحيم. الدورة الحالية هي من العربية للإنجليزية إلى المتدرب أركان. هذا هو الدرس الأول. لنستعرض الدرس الأول من العربية. ماذا نجد في هذا الدرس؟ هذه الفقرة تتحدث عن الفقر. حتى الآن لا يوجد أي مشكلة، آفة حقيقية لا مشكلة، تفتك بالإنسان لا مشكلة، الذي كرمه الله تعالى على كافة مخلوقات الأخرى هنا لدينا مشكلة. سبب ذلك أننا في الترجمة نريد في النهاية أن ننقل فكرة وضعها الكاتب العربية إلى الإنجليزية، لكن المشكلة في المعنى بأن المعنى نصفه موجود في الرسالة الأصلية والنصف الآخر موجود في ذاكرة المتلقي. فعندما نقول بالعربية لا يفتى ومالك في المدينة، لا نستطيع أن نقولها إلا للشخص الذي ندرك أنه يعرف أن هناك شخص كان اسمه، يعني كان هناك شخص اسمه مالك، كان على درجة كبيرة من العلم، موجود في المدينة المنورة. المدينة المنورة لها اعتباراتها الدينية. مالك في المدينة يفتي، فالفتوى وأشياء من هذا القبيل. إن لم يعرف هذا الشخص الذي نتحدث إليه بالعربية هذه المعلومات لن يفهم معنى لا يفتى ومالك في المدينة. فهنا الأمر نفسه، هناك الآن مشكلة بالنسبة للغة الإنجليزية، يعني نوع من عدم وجود الفكرة أصلا، عدم وجود الفكرة لديهم، فكيف يمكن أن نعبر عنها إذن؟ مثلا عندما نقول الإنسان الذي كرمه الله تعالى على كافة مخلوقاته الأخرى، في الإنجليزية يعتبرون باللغة الإنجليزية أن الإنسان حيوان مثل الحيوانات الأخرى، فمن الطبيعي أن يقولون like other animals وليس creatures. هذا مثال. المثال الآخر أنهم عندما يذكرون أن الإنسان له نعم أو له كفاءة أو له قدرات أو له يعني مواهب أو شيء من هذا القبيل، فيقولون الطبيعة هي التي وهبته ذلك، لا يقولون الله. فذكر كلمة الله هنا إذا ترجمتها في اللغة الإنجليزية فسوف يعتقدون هناك أن الحديث أصبح دينيا وليس علميا وليس إنسانيا وليس تنمويا، فهذا الشيء يغير من تركيز الكلام. ننتقل إلى وهبه العقل والروح والموارد الطبيعية. لدينا هنا مشكلة، إذا كان الموضوع عن الفقر فما دخل العقل والروح فيه؟ هذه من الكلمات التي لا وجود لها بالإنجليزية في سياق الفقر. هنا لدينا مشكلة إذن، والمشكلة هي أنك إذا كتبت أشياء غير مفهومة للإنجليزي فما الفائدة من الترجمة؟ غير أن الطبائع الأنانية لبعض البشر الذين امتلكوا القوة والمال والعلم والنفوذ جعلتهم يستأثرون بهذا التكريم لأنفسهم دونا عن غيرهم. أيضا هذا الكلام لا معنى له، حتى بالعربية لا معنى له، يعني بالعربية عبارة عن كلام إنشائي يقصد به الاسترسال في الكلام بطريقة أو بأخرى لإعطاء القارئ مجالا لإعطاء القارئ مجالا للتفكير. هذا كلام زيادة، يعني حشو، يسمى باللغة العربية الحشو. فطغوا على إخوانهم، يعني أنت إذا قلت brothers بالإنجليزية هو سيعتقد في الإنجليزية أنك تتحدث عن شخص له أب وأم وأخ وأخت. هنا لدينا مشكلة. وأدى ذلك إلى انتشار الحروب والفقر والمجاعات والفساد حول العالم. هذه لا يوجد فيها أي مشكلة، لكن القارئ سيرتبك، يعني ما دخل الحروب والفقر والمجاعات بالفقر؟ على كل حال ممكن أن نعدها مقبولة. وتستمر هذه الفقرة بمشكلات للإنسان، تلبية حاجاته، غذاء وملبس ومسكن إلى آخره. على كل حال هنا يعني يبدأ بنوع من التغير الإيجابي بالنسبة للنص العربي، ويمكن أن يصبح أكثر فهما، يعني لا بأس بذلك حتى هذه اللحظة. الآن لننظر باللغة الإنجليزية ترجمة تكيا أركان حتى نشوف ما هي المشكلة، بغض النظر عن بعض الأخطاء القواعدية التي لا أريد أن أذكرها، هي ما الإغراق من كلمة ذا، إغراق النص بذا ذا ذا، هذا شيء من الأخطاء القواعدية.
لسنا هنا في معرض لتصحيح الأخطاء القواعدية، لذلك راجع كتب القواعد لمعرفة الاستخدام ده. Poverty is a real scourge. الكلمة صحيحة scourge، وتستخدم بالفقر. عندنا إشكالية واحدة، هي أن هذه الكلمة قوية، فهل تضمن أن ترجمتك ستستمر بنفس القوة؟ يعني نفس المصطلحات القوية، نفس الطريقة المقنعة. هي ليست المصطلحات المهمة بقدر ما هو يعني يهمنا قوة الإقناع لديك، هل ستكون مقنعا باللغة الإنجليزية أم لا. Which destroys the human، هذه غير مفهومة بالإنجليزية، كيف يعني أنها تدمر the human؟ أنت قصدت يعني destroys man، لكن لم يرد في العالم يعني أنه في شيء من هذا القبيل بالإنجليزي، أنه destroy humans. ليست هذه الطريقة التي يعني يذكرون بها كلمة الفقر على أساس أنها دمار البشرية. Who is honored by Allah comparing to other creatures. إذا هذه كلها غير مفهومة باللغة الإنجليزية الأسباب التي ذكرناها. فأنت تقول كرمه الله، يعني هذه لا يفهمونها، ما المقصود بكلمة كرمه الله؟ بالعربية أنت تفهمه، لكن بالإنجليزي يقول لك ماذا تقصد، نحن لم نفهم شيئا. هنا أيضا تكرر، هنا لدينا repetition، هذا نسميه unnecessary repetition. unnecessary repetition هو من الأخطاء القواعدية، فإذا كررت شيئا سبق أن ذكرته من قبل، أنت ذكرتها هنا والآن عدت ذكرها هنا هذه الفكرة، فسيفهم القارئ أنك تقصد قصدا بلاغيا معينا، يبحث عنه فلا يجده، فتصبح الأخطاء في الترجمة. spirit معناها من ناحية الروح، يعني روح المغامرة، روح الكرم، روح الأخلاق، لكن ليست معناها هنا كما وردت في الأصل بالعربي soul and the natural resources. الآن أنا بالإنجليزية صراحة لا أعرف ما علاقة mind، ما علاقة spirit، ما علاقة natural resources، لا أفهم شيء من هذا القبيل. الآن أنت تنتقل the selfish natures مع تحفظنا على كلمة بط في البداية. ماذا تقصد بكلمة selfish nature؟ selfish هو الشخص الأناني، فلماذا تقول الطبيعة الأنانية؟ هنا إذا أردت أن تقولها باللغة الإنجليزية تستطيع أن تقول كما لي some people are selfish by nature، يعني من لما يولدوا هم selfish، they have strength, money, knowledge and influence which makes them exploit عادة يعني these things wrongly instead of sharing them with others. يعني هذه أنا مفهومة لكنها تحتاج لإعادة الصياغة لأنها ليست بالإنجليزية، لا تكتب بهذه الطريقة. يعني ممكن أن تقول يعني they keep things for themselves and refuse to share with people around them، ممكن طريقة بسيطة. Poverty leads to many issues to the human، هذه خاطئة. مرة أخرى انتبه لها كلمة استخدام ده to humans أو to man. Poverty brings many problems to man مثلا. لماذا كتبت issues؟ issues يعني هي كلمة مثل قضايا، مسائل. لماذا تقول problems؟ لماذا لا تقول problem؟ وحتى كلمة scourge، لماذا تقول poverty is a real problem in society؟ يعني هذه أكثر وضوحا من كلمة destroys the human. The most difficult issue is that when the human cannot meet their basic needs. طيب نقبلها مبدئيا. In this case others believe that those who cannot meet their basic needs. هنا لا تستطيع أن تضع فاصلة بين الفاعل والفعل، لكن حتى أنك كتبت others، طيب مين هم الأذرز؟ مين هم الأذرز اللي بتقول؟ Are criminals and law. And law منخفض يعني ينزل على ركبتيه مثلا. إذن هذه الترجمة هي من النوع الترجمة الحرفية، فلكي نحل هذه المشكلة لابد لنا من أن نخترع. ولذلك في هذا النوع من الترجمة، هذا النص عندما تترجمه من العربية للإنجليزية ربما تجد 20-50-60 ألف ترجمة كلها صحيحة، ولا واحدة تشبه الأخرى، لأنها تتطلب ترجمة حرة وتتطلب نظرة معينة إلى هذه النصوص. فمثلا تعال أقول لك شيئا، مثلا فكتبت لك على سبيل المثال، بدلا أن تقول poverty is a real scourge which destroys humans who are honored by God comparing to other creatures،
أنا بكل بساطة حكيت poverty is real problem in society. هذه الطريقة التي يفهمها الأجانب. أما أن نذكر كلمة God ونذكر creatures وإلى آخره، هذه غير مفهومة. هنا أصبح الخطاب ديني، والخطاب ليس دينيا، الخطاب تنمويا، الخطاب إنسانيا. تتكلم عن الفقر، تتكلم عن مشكلة تنموية، مشكلة إنسانية، فلذلك لا نستطيع أن نذكر كل شيء. هذه الطريقة التي أنا ذكرتها هي طريقتي الخاصة. ربما أنت إذا اتبعت نفس الطريقة، يعني نفس المنهجية، تستطيع أن تصل إلى جملة أخرى وهكذا. فلذلك أنا وأنت وغيرنا يمكن أن نضع 60 ترجمة وكلها صحيحة لكنها مختلفة في نفس الوقت، لأنها ترجمة حرة. لماذا ترجمة حرة؟ سبق أن ذكرت لأن الرسالة لن تكون مفهومة أبدا إذا بقيت على حالها. أيضا هنا الحديث عن أن هنا بيت القصيد، هنا بيت القصيد هو أن بعض الناس لديهم المصادر والموارد ويستحوذون عليها ويرفضون انتفاع الناس منها. فقط هذا هو القصد. إذن لا داعي لهذه الترجمة الطويلة التي فيها أشياء لا علاقة لها بمعنى النص ولا برسالة النص. هناك من سيقول طيب ماذا عن الأمانة والخيانة بالنسبة للترجمة؟ أنا أقول الإجابة على هذا السؤال. السؤال هو ماذا عن الخيانة والأمانة في الترجمة؟ أي واحد يشاهد هذا الفيديو إذا كان يتحدث عن موضوع الخيانة والأمانة من وجهة نظره، فأنا أطلب إليه أن يتحدث عليها بمكان آخر. أنا بالنسبة لي لست يعني بموقف يحب أن أشرح كثيرا عن هذا الموضوع. عبارة عن نص وضعناه للتدريب ونريد أن نترجمه من العربية للإنجليزية، وأنا أتحدث الآن عن مشكلاته. ولا بد هنا من الترجمة الحرة بناء على طلب العميل. العميل هو الذي يحدد في النهاية ماذا يريد. هذه أشياء يعني سبق أن ذكرناها في دروس سابقة ولا أحب أن أعيدها، لكنني أؤكد على هذه القضية. أي واحد يريد أن ينتقد ويقول إن هذه الترجمة أين هي الأمانة والخيانة، فليبتعد عنا، لأنه واضح أنه لم يفهم شيئا في الدروس السابقة وأنه لا علاقة له أصلا في الترجمة. نتابع إذن. The world has abundant resources enough for all people. هذه هي نظرتي للنص الآن. But there are always selfish people who seize wealth and refuse to share it with others around them. طريقتي الخاصة، هذه طريقة الخاصة، وأنت يمكنك أن تجد أي طريقة أخرى للتعبير عن الفكرة نفسها. المهم هنا إذن أن تكون قريبا للمعنى وليس للمبنى، ليس للكلام إنما للمعنى. فالمعنى أن هناك المصادر موجودة في العالم، ربنا كرمنا فيها، يعني موجودة في كل مكان. هناك بعض الأشخاص يستحوذون عليها، يرفضون مشاركة الناس بها. صيغها بالطريقة التي تشاء. All the countries، أيضا لديك مشكلة في الأكثر من كلمة ذا، وكله استخداماتك على ما يبدو فيها مشكلة في هذا النص. Are affected by the selfish natures. هذه غير مفهومة نهائيا بالإنجليزية، لكن لو قلنا No country is immune from the harm that such stingy selfish people bring about. هذه أيضا طريقتي الخاصة. لاحظ أنا أحاول أن أبرز بعض الأشياء، أخفي بعض الأشياء. انتابع. The poverty leads to many issues to the human. أيضا هناك خطأ باستخدام ذا. Poverty has disastrous effects on man. The most difficult issue، هنا أنا غيرتها. Most importantly, it strains his resources and challenges his bread and water necessities. هذا استخدامي، هذه طريقتي. لك الحرية أن تستخدم ما تشاء. وأخيرا، this further leads to the spread of hatred and criminality. أما التفكير بالناس أنه فلان واطي، فلان عالي إلى آخره، اختصرتها بهذه الطريقة. والآن هنا السؤال الذي يأتي هو أنه طيب ماذا أفعل في مثل هذه النصوص؟ يعني هذه حرة جدا، يعني ترجمة حرة. نعم، الترجمة جاءت حرة، نعم صحيح. يمكنك مراجعة كتاب محاضرات في الترجمة العامة، الكتاب الأول. هناك نصوص أعطيناها للمتدربين، طلبنا إليهم أن يترجموها بطريقة حرة. تستطيع أن تنظر في النماذج الموجودة هناك لتعرف ما هي الحكمة من ورائها. على كل حال، نهاية الأمر وخلاص الأمر أقول لك، لكي لا تضيع ولكي لا تستخدم الطريقة الترجمة الحرة بطريقة خاطئة، عندما تبدأ النص، أنا الآن هذا النص لو أعطاني إياه عميل، سأبعث له رسالة فأقول له: عزيزي العميل، هذا النص غير مفهوم بالإنجليزية، إذا ترجمتهم كما هو سيفقد معناه، فهل تريد مني أن أترجم حرفيا كما موجود أمامي وعندها أخذ طريقة أركان، أم أنك تريدني أن أترجم المعنى
فإذا قال لي أريدك أن تترجم المعنى، وهذا في معظم الأحيان هذا الذي يحدث معي مع العملاء، يقولون نريد أن نترجم المعنى ولا يهمنا المبنى، يعني الكلام هذا، فعندها أعيد الصياغة في الإنجليزية بالطريقة التي أراها مناسبة. كلمة التي أراها مناسبة يعني بالتأكيد أنك قد لا تتفق عليها، قد فلان لا يتفق عليها. هو حر يا أخي، وأنا حر بنفسي وأنت حر بنفسك، وكل واحد حر بالطريقة التي يرى فيها النص. ثم أعطيها للعميل، أقول له هذه وجهة نظري، فيقول لي نعم أو يقول لي لا، والأمور تنتهي في النهاية. تأخذ أجورك كمترجم، وتأخذ أجور إضافية أيضا على أنك بذلت جهدا كبيرا في الترجمة الحرة. سأنتقل لك بدرس آخر أخي أركان مع شيء أبسط من ذلك، لأنه يبدو هذا النص لم نكن يعني كانت كبداية لم نكن أعرف يعني حول مدى إمكانية استخدامك للترجمة الحرة. نعود ننزل المستوى شوي في بعض الأشياء التي يمكن استخدام الترجمة الحرفية فيها. نراك في الدرس الثاني إن شاء الله رب العالمين تكون قد استفدت من هذا الدرس. نستودعك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.